السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حباب قلبي؟ انا عامل ايه؟ طبعا انا لسه طالع عند القص الاسترالي، تمام، والنتال الذكر الباكستاني والنتال الاسترالي. قلت ايه؟ هنشوفهم عملوا ايه. تمام، انا طالع بالصدفة اهو، لقيت اللي حصوية دي عاملة كده والزغلول خلاص ايه بيفقس. تمام، قلت ايه انا اما اساعده عشان يمكن في الحتة يوصل لغاية هنا وما يعرفش ايه يفتح لنفسه. تمام، بنقر له ايه حوالين البتاع كده، تمام، على هذا. طبعا تبدأ انك ايه تشيل له القشرة اللي فوق دي كده، تفك له القشرة دي خالص اهي، فكنا له كده القشرة اللي فوق. نبدأ برضه نفك له الجناب اهو، نخش جوه بس يا جدعان علشان خاطر الهوا ما يدوش مثلا برد. صبح سار، صبح رعد، سمي النار رعد اهو يا جدعان. تمام، ان شاء الله بإذن الله ندربه برضك ايه التدريب في تدريب مع الزغلول اهو كل يوم. مش هيحل اصل هو جعان، احنا لسه هاكله بس هدربه. تمام، الزغلول بقى ايه بنسيبه بقى كده؟ لا، فين دماغه؟ دماغه ايه؟ لازم نطلع دماغه برضك. استنى بس كده، سيبه برضك ايه هو يطلع مع نفسه. شيل الحتة اللي تحت بتبقى لازقة في جسمه، تمام، بتبقى لازقة فين؟ في جسمه، اللي هي الحتة اللي تحت بتبقى قصدي لازقة في البيض. تمام، ناخد بس الصورة بتاعة اليوتيوب دي أهم حاجة دي. تمام، دي أهم حاجة في الدنيا. وشه طلعه هو كده بيطلع نفسه، هو هيطلع بقى مع نفسه كل نفسه. احنا كده ساعدناه، عايزين نشوف وشه كان من انهي ناحية. من هنا اهو، نخرج بس وشه عشان وشه ايه ما يتكتمش جوه ويتخانق. اهو ساعدنا اهو، هو برضك ايه يخرج برضك الحتة دي عشان ايه. بصوا، لازق في البيضة من تحت اهو، فاحنا بنسيب قشرة البيضة دي عشان هو لسه لازق فيها، بنسيبه بايه بقشرة البيضة لسه فاكك من قشرة البيضة. بصوا قدام عينيكم، لا دي طلعت دم يا جدعان، يا لهوي غلط كده. اوف اوف يا جدعان، مكناش عايزين نفكه من دي. بصوا نزلت دم من هنا ومن هنا. معلش معلش معلش، ما كناش ينفع نخرجه، احنا كنا عايزين نسيبه وهو يخرج مع نفسه. خلاص يلا يلا، عادي عادي، هي هتقفل كده كده. تمام، نحط بردك لأمه وإيه وأبوه، مش لأبوه وأمه، لأ أمه وأبوه تفرق. نطلعه يمين لأمه وأبوه، أو أبوه وأمه، أو أمه وأبوه. بص أهو، عشان الناس بردك ما تقولكش إيه ده مش عيالهم أهو، هتشوفوا لما يجوا يكبروا. تمام، دول أنا كل يوم الصبح بيتنشوا. ده بردك ذكر نشو، وده إن شاء الله عايزين ننشو، ممكن نفتحه للذكر ده كده، ممكن ممكن. تمام، مش عارف يا جدعان والله العظيم كلمة تمام دي معلقة معايا جامد أوي. نشوف بردك احنا عزلنا ايه وعملنا ايه وهببنا ايه. اخ 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 اخ، لسه اهو جايين. نعرف ايه اللي حصل؟ لقينا ده وقع من فوق وضربوه يا عيني في عينه. ضربوك في عينك؟ صعبان عليا يا ابني والله. تعالى اطلع عند امك وابوك بس كده، كل ده من امك وابوك، امك وابوك اللي عمل فيك كده. بص هو ايه وقع من الحته اللي ورا، ورينا الحصى باظ ولا ايه؟ اصل ده مجنون، عارفين لو الحصى باظ هموتكم. فين الخشبه؟ الخشبه ايه؟ وانا سامع صوت حاجه وقعت، عمال اقول ايه اللي وقع ده؟ هتري انت بس الذكر ده كده ايه الريشه اللي بقه دي ممكن تموته. تمام، شلناه اه شلناه. خش يا عم حته الدين هوا، مقولكمش الهوا. شش، انت
ذكر كان هيخرج. يا ابني هتخرج ليه؟ ابعد. هنعمل كده في كده بس متخرجش. ايه نركب بردك دي كده من هنا. دي المفروض كانت ساندة الحتة من ورا عشان ايه مفيش حاجة تقع. اهو بس كده. فين الولد؟ فين الولد؟ اوعى اوعى تاني. ها نجيبوه. حطه في الايه؟ اطلع في بيضتك. يلا عايش. تمام تمام. يلا بقى نخش على الجديد. الجديد شديد. طبعا عملنا هنا بابين، باب هنا وباب هنا. دي كانت مصطبه. تمام معانا هنا قص كياك زي ما احنا عارفينهم، جبناهم هنا في اول باب على اليمين. هنا قص البوازات بابنهم في الباب اللي جنبهم. وهنا ايه الباب هنا كان اطول يعني اوسع يعني بشويه واطول بشويه تقريبا. تمام فقمنا جايبينهم في الباب. واخدين بال حضراتكم يا باشوات، دول الزغاليل طالعين من تحت الزواجل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني دي طالعين من تحت الزواجل، دول طالعين من تحت الزواجل. تمام فالزواجل دول ما شاء الله يعني بجد بيطلعوا لي حاجات فل الفل. نبص بردك هنا. انتوا ايه نايمين كده ليه؟ كده انت كلت وانت كلت ماشي. كده ده كل وده كل وانت كلت بردك. بص انا حطيت لهم بزياده اهو علشان ايه هما من النوع اللي هما بيلقطوا على الهادي يعني. واخدين بال حضراتكم. فكده احنا عزلنا الثلاثه دول والايام بردك بعد كام يوم كده نعزل دول اما يكبروا شويه. وده بعد بردك اما يكبر شويه بعد كام يوم. وده بردك وكشك وكركان. ده بردك ايه بعد قيمة كام يوم بردك؟ لا ده بعد قيمة 15 ده ايه لسه قدامه بردك. بص الصقر متحول. تعالى يا حبيبي تعالى بابا هو عايز ياكل. تمام نصور لكم واحنا بناكله بردك اهو. عايزين بس كده ايه نجيب الاكل بتاعه ونحضر الجواند بتاعه. تمام ونرجع لكم تاني. يلا سلام. هنوريكم كده بس حاجه تعرفوا ان الايه تعرفوا ان البانيه غالي. تمام بس على يعني رغم كده بردك ان احنا بنجيله بانيه. تمام اهو ده بانيه اهو. لو انت صايم ما تتفرجش على الفيديو هتجوع. طبعا ده بانيه مش هنعمله، احنا بنديله كده ايه صافي زي ما هو. بس انا مقطعه له ايه حتت صغيره خالص. نجيب طبق صغير كده. راح فين الطبق؟ عامة عشان ما نوسخش الدنيا ولا نوسخ الاطباق فخار اهو. الفخار ده يبقى مخصص ليه. نجيب له بانيه اهو. تمام نحطه هنا كده. تسيبه بس عشان كان متجمد في الفريزر بتسيبه يهدى كده. بعد ما يفك تقوم واخد حتة حتة حطيتها هنا. ده الكلام ده انت عشان هتدرب فانت لازم ايه تقطعهم له حتة صغيرة. هنقطعهم حتة صغيرة بس كده بسرعة ونرجع نحطهم في الطبق في الفخار ونرجع لكم تاني. يلا بصوا بقى معلش على التأخير. كده كده انتوا مش هتحسوا بالتأخير بس انا اتأخرت انتوا مش هتحسوا. تمام تعملوا له بقى حتت صغيرة اهو. يلا نخش على مرحلة التدريب. يلا بينا. بصوا جينا على الصقر اهو. نلبس اهم حاجة في الدنيا دي كلها الجوانتي. الجوانتي ده انت لو من غيره صباعك اتخرم. تمام هو عامل حمام عليه ملناش دعوه. احنا لينا باللي جوه. اللي جوه مش نضيف نغسله، اللي جوه نضيف خلاص. تمام نجيب الاستاند كده ونصور لكم. بصوا بقى نبدا ان احنا ندرب الصقر. معلش الكاميرا تبقى معوه شويه بس ايه سيبها على الله. يلا نجيب له حته البانيه. هي 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 اهو طلع على ايدي وكلها. انزل 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 هنا. لا ده نفكره بس البتاع دي
ياخد راحته بقى شويه كده، لو هيروح هنا يجي شمال يجي يمين براحته، يبقى حته كمان اهو جه على ايدي اهو انزل. ده تاني يوم، تاني يوم والله العظيم في التدريب امبارح بالليل دربناه، النهارده الصبح اهو بندربه. مين بقى اللي قال لي مين يعني اللي خلانا اتدرب على ان ادربه يعني وكده؟ عرفني يعني التعليمات واحد اسمه عبده حبيبي طبعا. هي تعال يلا يلا تعال يلا جدع اهو. نبدا نبقى بعيد له مسافه شويه اهو. خلاص الاكل خلص انزل بقى. ده اسمه ايه؟ رعد. رعد ده ان شاء الله باذن الله ندربه تدريب شامل متشامل. الكاميرا اتعوجت، عايزين نعدل الكاميرا. هي تعال يلا جدع جدع خلاص جدع جدع جدع. يلا طير طير يلا طير. نبدا نبقى عايزين مسافه اكتر. واخدين بالكم ده تاني يوم للتدريب، وقعد معايا يعني حوالي 5 ايام اسبوع 4 ايام قعد معايا يعني الجمعه اللي فاتت. يلا يلا تعال يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يلا روح جدع والله العظيم جدع جدع جدع. نبدا نبعد لهم مسافه خالص 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 خالص. بصوا بعدنا خالص خالص. هي يلا يلا جدع جدع يلا طير. طب انت هتقول لي يا ادم انت بترجعه تاني ليه؟ اقول لك انا برجعه تاني عشان ايه؟ ياخد الحته اللي بعدها بقى. واخد بال حضرتك يا فندم؟ قول اه الشارع اللي وراه. يلا هي هي برافو رعد تعال تعال هي هي يلا تعال هي يلا يلا يلا. المسافة بعيدة جدا عليه، ده لسه أول مرحلة في التدريب. هي المرة دي بقى نديله حتة حلوة. يلا هو هيجي طبعا، لسه اول مره يعني يا جدعان. امبارح والنهارده طبعا في التدريب ايه اللي هو صعب عليه بالنسبه لي. يلا تعال جدع. ايوه عارف بقى عشان التكافئ يعني انت عشان يعني جيت بسرعه يعني بسرعه جدا يعني انا دي حته كمان ما هو باين انك بسرعه. يلا خد لك يا عم حته بني تانية اهي. هي هي خد هي 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 لازم تقول له هي 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 جدع جدع ايوه وربي انك جدع. بس انت يعني المشكله فيك انك بتعض، دي المشكله. ايه ده بس كده هدي اعصابك؟ ايوه هدي اعصابك بس. يلا روح هناك روح هناك جدع جدع يعني معنى الكلمة جدع يعني. دي مرحلة التدريب اهو زي ما انتم شايفين بتجي صغيرة. واخدين بال حضراتكم يا فندم؟ واخد بال حضرتك يا فندم؟ لازم تدي له حتة صغيرة عشان لو ايه اديت له حتة كبيرة مثلا هيشبع. هي 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 شبع ولا ايه؟ هي
هي تعالى راح خد يلا راح خد يلا 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 راح راح يلا يلا ولا تعال ايه ده يلا هي راح راح تعالى يلا ولا راح تعال يلا تعالى راح خد يلا راح تعال 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 راح تعال اطلع يلا خد يا رعد يلا يلا يا رعد ايه ده يا رعد ايه ده يا تعال يلا حته لحميه حته بني يلا هي 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 يا 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 هي 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 هي, هي. جدع طبعا متاخر شويه بس ايه بس جدع بصوا يعني مره مع مره كده هتلاقي ان هو ايه بدا ان هو يسمع الكلام كده ويتدرب ويبقى صار جميل. نقفل بقى الفيديو عشان الفيديو بقى 16 دقيقه نبقى نعمل لكم فيديو لوحده تدريب وازاي بتدهل الصقر وازاي بتدرب الصقر وتعمل الصقر وتنفذ الصقر الصقر اهو تمام واحنا بعدين بتاع يعني شويه حلوين تمام نجرب بقى ندهله كده من غير بتاع عايزين نعرف بس هيجي هاي 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 اخر مره بس عشان نقفل هاي 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 يلا خد يا خد خد تعال خد يلا رعد تعال رعد هاي 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 خرب بيتك هتنام ولا يلا 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 هاي 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 خد يا عم حته بنيه هاي هاي خلاص يا جدعان نقفل الفيديو بقى والمرة اللي جاية نكمل يلا سلام.